بالرفاق والبنين. شكرا. ألف مبروك. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. ألف مبروك. بقول لك إيه؟ بكرة ضروري تطمني عليكي. ها؟ خلي بالك من نفسك. حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. مبروك يا حبيبي. ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. طيب استأذنها بقى. أسيبكم. لا تستأذني إيه؟ أنت هتباتي هنا. نعم. إحنا حاجزين يومين في الأوتيل. ربنا يسعدكم يا رب. خلي بالك منها. في عينيا الاتنين. تسلم عينيك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. خايفة تطلب مني جواز ما يكون في السر. في السر؟ ليه في السر؟ عشان مراتك. يا حبيبتي انت لو عايزة تقولي للدنيا كلها قولي، انا ما عنديش اي مانع. بموت في ثقتك في نفسك. مساء الخير. في عند حضرتك حجز باسم دكتور رؤوف الجندي. وحرم. كنت حاسة بس ما كنتش متأكدة. انت عرفت منين؟ كنت بتجسس على تليفوناتك. طب هو ده يصح برضه؟ غريبة قوي انك تتكلم في اللي يصح واللي ما يصحش. واللي انت عملته ده يصح يا دكتور؟ تتجوز كده؟ سكتي؟ طب اعمل فرح. انت عايزة ايه دلوقتي؟ بالراحة عليا يا دكتور. انا مش جاية افسد لكم الليلة خالص. بالعكس. انا جاية اقولك انك من حقك انك كنت تتجوز. وانا بنفسي طلبت منك قبل كده انك تتجوز. من حقك تبقى اب وتخلف. بس مش بالطريقه دي. انت كده جرحتني قوي. على فكره مش حلو في حق اي ست انها تتجوز راجل ما تعرفوش. ما عرفتوش غير فتره قليله قوي. وعلى كل حال يا رب تحقق كل اللي انت عايزه. وتدي لك اللي انا ما قدرتش اديه. مبروك يا دكتور. مبروك يا مدام. روح وراها يا رؤوف. انت مجنونه؟ انت عايزاني اسيبك في ليله زي دي برضه؟ دينا انا لما اخترتك اخترتك عشان بحبك. عارف بموت فيك. وأنا كمان. وأنت كمان إيه؟ بموت فيك. طب يلا بينا. استقالة؟ إيه اللي خلاكي تعملي كده؟ حد يزعلك؟ لا خالص. إذا كان الشغل بيعطلك عن المذاكرة أنا ممكن أظبط لك المواعيد يا ستي. أنت حد مجتهد وشاطر. وانا حابب انك تكوني معانا في الشركه. معلش عافيني من الاسباب بس انا مش هقدر ارجع في الاستقاله. براحتك يا رباب. واضي امضيت يا ستي. اتفضلي. شكرا. مع السلامه.